النساء كائنات مرفهة من الصعب فهمها في بعض الأحيان، إنهم عاطفيون لكن صامتون، وستكون بالتأكيد في مشكلة إذا لم تكن تتحدث معك على الإطلاق. النساء قد يشعرون بالخجل ولن يأتوا إليك مباشرة لإخبارك بما يريدون أو حتى يطلبوا ما يحبون. إذا تساءلت من قبل عما تريده الفتيات حقا أو كافية معرفة ما يحبون، إذن عليك مشاهدة هذا الفيديو حتى النهاية. الحمام الرومانسي. ماذا يمكن أن يصبح أكثر رومانسية من حمام مضاء بالشموع مع بعض الفقاقيع الصغيرة؟ حاول أن تفاجئها في مرة عندما تصل إلى المنزل بحمام رومانسي مليء بالفقاقيع وبعض الشموع وربما كأس من النبيذ أو الشمبانيا وبعض الشيكولا. ستشعر وكأنها ملكة مدللة. تعصيب العينين. الرجال مختلفون عن النساء لأن معظمهم يشعر بالإثارة تجاه ما يرى، لكن النساء يحبون إحساس الحميمة مثل ملمس الحرير على البشرة، حمام دافئ أو المساج. هذا يعني أنه إذا قمت بتعصيب عيني المرأة فأنت تضيف إلى حماسها، لكن من المهم أن تعرف أنه ليست كل النساء متشابهات ولن تعجبهم جميعا عصابة العينين. هذا يتوقف على الموقف، لكن هناك طريقة واحدة لمعرفة هذا، هو عندما تقدم لها هدية قم بتعصيب عينيها من أجل المفاجأة. إذا أصبح الوضع غريبا فستعرف أنها لا تحب أن تكون معصوبة العينين. الصور. بعض النساء تكون خجولة جدا لتطلب منك التقاط صورة لها، ولكن بالنسبة لبعض البنات تعتبر فكرة أنك تظنها جميلة لدرجة أن تلتقط صورة لها ستظهر لها كم أنت في نشوة بسببها. في الواقع بعض الصور يمكنها أن تجعلها تشعر برضا أكبر تجاه نفسها، ومن ثم أطلب منها أن تلتقط صورة لها، أخبرها أنها جميلة. إذا قالت لك المرأة لا فإن هذا يضعك في موقف مريب، وهذا يعتمد على السبب الذي جعلها تقول لا في الأساس. لكن الأمر المفاجئ هو أنه عندما تقول المرأة لا يمكن جعلها تقول نعم، لكن الإصرار لن يجعلك تحصل على ما ترغب فيه. ولكن في البداية تحتاج إلى أن تعرف لماذا قالت لا. قد لا تكون مستعدة لقول نعم، ويجب عليك أن تسألها بطريقة تجعلها تجيب بنعم. اطلب شيئا من فتاة أو اجعله مثيرا للاهتمام بدون ضغط. إليك نصيحة، ابدأ بطلب بعض الأشياء الصغيرة في البداية واجعلها تعتاد على فكرة الموافقة. اسألها ربما عن رأيها بخصوص بعض الأشياء الصغيرة، مثال هل تحبين البيتزا؟ وذلك لتجعلها أكثر راحة، وعندها ستفتح الطريق في طلب أشياء أكبر. فقط لا تنسى أن تجعله أمرا سهلا بالنسبة لها أن تقول نعم، وقد تكتشف أنها لا تقول لا أبدا. الإلهام. النساء يعجبون بالأمر عندما تكون مهتما بالأشياء التي تعجبهم، وربما قد يجدوا إلهاما للقيام بأشياء جديدة وهم فقط في حاجة إلى من يلهمهم. النساء يحبون أن يشعروا بمدى أهميتهم، لذا تأكد إذا كنت معجبا بها أن تظهر اهتماما بما تحبه وتفعله. عندما يكون شخصان في علاقة يجب عليهما أن يلهما بعضهما، والمرأة لا تتحمل شخصا يلهمها بشكل ضئيل. كن إيجابيا وطيبا وأول من يساعدها في التحديات التي تواجهها. لا تبالغ. المرأة تحب الاهتمام، ولكن هذا لا يعني أنه يجب عليك أن تهتم بكل خطوة تقوم بها، لأن هذا سيشعرها بالملل بالتأكيد. إذا منحت المرأة تحكما كاملا فسينتهي أمرك. النساء يحبون أن يتوقعوا أن تعليقا جيدا أو مجاملة ستصادفها في الطريق. هذا يعني عدم الإعجاب بكل صورها على الفيسبوك أو التعليق على كل هذه الصور بتلك التعبيرات الحمقاء. هذه أسهل طريقة لتجعل الفتاة تهرب، لأن الرجال أمثال هؤلاء موجودون بكثرة. على الصعيد الآخر لن تطلب المرأة منك الاهتمام لأنها على الأغلب ستحصل عليه من شخص آخر. لذلك هناك فرق بين ما هو كاف وما هو مبالغ فيه. لذلك عندما تتوقع المرأة الاهتمام ستطلب المزيد منه. الهدايا التي تريدها. هناك طريقة لجعل منح الهدايا أمرا مميزا جدا، بطريقة ستجعلك من المستحيل أن تنسى عندما ترى هديتها. هل ذهبت للتسوق مع فتاة؟ نعم، العديد منا لا يحبون الوقوف في مولات التسوق لأن النساء هم محترفو التسوق، ولكن عندما تخرج للتسوق معها في المرة القادمة لاحظ الأشياء التي تحبها ولكن لا تشتريها في هذه اللحظة. من المهم جدا أنها قد تكون أي شيء بدءا من هدية لطيفة ضئيلة وصولا حتى الهدايا الغالية. وعندما تغادرنا المحل عد إليه واشتري لها الهدية التي كانت تعجبها وفاجئها بها. الفكهة. يقولون أنه إذا استطعت أن تجعل الفتاة تضحك فقد حصلت على زوجة.
لكن مجددا يجب عليك أن تعرف متى تكون مضحكا ومتى يجب ألا تحاول أكثر من اللازم. جعل الفتاة تضحك يجب أن يكون أمرا طبيعيا، مثل إلقاء نكتة بريئة عن نفسك، ولكن إياك أن تلقي مزحة عن امرأة أو مظهرها. النساء لا يقولون اجعلني أضحك أو قل لي شيئا مضحكا، إنهم فقط يحبون أن يستمتعوا ويضحكوا بتلقائية. في الواقع تميل النساء لفعل هذا أكثر من الرجال. عندما تضحك المرأة فإنك تجعلها سعيدة. الدعم: لن تطلب كل الفتيات الدعم عندما يحتاجونه، ولكن عندما تمر الفتاة بوقت صعب وليس بإمكان أي شيء أن يجعلها تتحسن أسرع من عملها، أنها تملك شخصا سيدعمها مهما حدث. ورغم أن المرأة لا تقول عندما تحتاج إلى المساعدة، ولكن عندما يأتي شخص ويقدم إليها المساعدة والدعم عندما تحتاجه، هذا سيجعله بطلها. وهذا لا يعني أن النساء ضعيفات، أحيانا يحتاج الشخص أن يواجه الأمر بمفرده. لا بأس إذا سألت المرأة إذا كانت بحاجة لك أم لا، أو أن تخبرها أنها إذا احتاجت أي شيء فهي تعلم أين ستجدك. كن كريما. هناك العديد من الأشياء التي تختفي من العالم، ويبدو أنه كان الرجال كرماء مع المرأة واحدا منها. هناك العديد من الأشياء التي يمكنك أن تفعلها بهذا الخصوص، مثل أن تفتح الباب لها وتأخذ معطفها عندما تدخلون مطعما، أو حتى حمل حقيبتها عندما تكون ثقيلة. بالنسبة للرجل الحقيقي، لن تكون هذه مهمة صعبة على الإطلاق، وستنبهر المرأة بطريقة تعاملك معها. لقد وصلنا إلى النهاية، وفي الأخير لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.